بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامج أحكام المولود. كيف نربي أولادنا على عدم الخصومة؟ نعاني كثيرا من الخصومة في البيت، بعض الأولاد يخاصم إخوانه وأخواته، يخاصم الخدامة ويخاصم أصحابه، ربما يخاصم الولد والده والبنت أمها، ربما تمضي أيام حتى كلام لا يتكلمون مع بعضهم البعض. والخصومة حقيقة مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الألد الخصم. فالخصومة تخالف مقاصد الدين من التآلف والاجتماع والوئام والمحبة، هذه يعني مقاصد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. قال الله عز وجل: ما يليق بإنسان في بيت واحد يخاصم إخوانه وأخواته. والله هناك يعني أسر وبيوت تجد أرحام تتقطع بسبب الأولاد، تخاصم أولادك مع أولاد إخوانك أو مع أولاد أختك، تجد الكبار تخاصم وتقاطعوا. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يوم القيامة الله يسألك عن حق الأرحام كما يسألك عن حقه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالإنسان الخصم هذا اللي يحب الخصومة والنزاع والشقاق، هذا منافق، وربما يفجر في الخصومات والعياذ بالله، يتبلى على الآخرين ويبهتهم، يكذب عليهم ويغتابهم. فالخصومة تولد هذه الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربع. قال: وإذا خاصم فجر، يفجر بالخصومة، يتعدى، ما يضبط حتى لسانه، يسب يشتم ربما يلعن، هذا كله والعياذ بالله مذموم. فكيف نربي أولادنا على ترك الخصومة؟ دائما نعودهم على المحبة، وهؤلاء إخوانك، هؤلاء أصحابك، هؤلاء أبناء الجيران. كيف جاءتنا الشريعة بالتآلف والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى في الصلاة المسلمون بصف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالصلاة: استووا تراصوا، كل من أجل التآلف والمحبة والاجتماع ونبذ الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كل وسيلة وسبب يفرق بيننا، حتى قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ترى الحسد والعداوة والبغضاء هذا يذهب صيامك وصلاتك وعبادتك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال المفلس، قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا متاع له ولا درهم ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئة صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر الإنسان أن يكون ألد خصم، يحب الخصومة وينازع ويخاصم، فهذا إنسان من أبغض الناس عند الله عز وجل. أحيانا ربما تحدث هناك خصومة، ولكن ماذا ينبغي علينا؟ أن نبادر لإصلاح ذات البين، أن نتلاشى ونتحاشى هذه الخصومات، نتطلع إلى ما يقربنا إلى الله،
وذلك بالتألف والمحبة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إصلاح ذات البين، بادر أنت بإصلاح ذات البين. ربما تحدث خصومة بين الأولاد، نبادر لإصلاحهم بين الأصحاب بين الجيران. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بل حتى المتخاصمين. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن أحب الأعمال إلى الله إصلاح ذات البين، حتى قال الحسن البصري: ما من خطوة يخطوها العبد بعد فريضة من فرائض الله عز وجل أفضل من خطوة يخطوها لإصلاح ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أصلح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي تحلق دين الإنسان. لا تظن أن العداوة والخصومة ما تذهب حسناتك، لا، تأكل حسنات. يقول: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تمسح دين الإنسان. فالشريعة جاءت بأوامرها وعباداتها وتعاملها كلها بالتآلف، حتى أغلق علينا النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق ووسيلة تؤدي للخصومة والنزاع. قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا تفسد بيعة أخيك. تقول: كم باعكم إياها بكذا؟ ردوها علي وأنا أبيعكم إياها أقل من كذا، ما يجوز. قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. واحد خطب لامرأة وعطوه، وافقوا على الخطبة، تروح تخطب البنت هذه؟ أبدا. حتى إنسان جاء يشتري من السوق أو يبيع بضاعة بالسوق، قال: لا تلقوا الجلب. إنسان جالب له سلعة، قال: اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فكل سبب يؤدي الخصومة نتركه، ودائما نكون قريبين مع الآخرين، نقرب إخواننا وأخواتنا إلينا إلى قلوبنا، نتواصل ونتآلف معهم. كذلك الأولاد نجعلهم متقاربين متوادين متحابين مع أخوانهم وأخواتهم مع الجيران، نسارع بما يكون فيه تآلف وإصلاح فيما بينهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بنفسه، صارت خصومة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل قباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده من الصحابة: اذهبوا بنا لنصلح بينهم. قال: اذهبوا بنا لنصلح بينهم، مبادرة، سمع بخصومة بادر. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حتى إصلاح ذات البين يكون بعدل، ما نرفع واحد على الثاني بظلم، لا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالخصومة مذمومة، ونربي أولادنا على عدم الخصومة، خصوصا فيما يتعلق بالوالدين. لا تختصمان أمام الأولاد أبدا، حتى يعيش الأولاد براحة وطمأنينة وسعادة. إذا رأوا الخصومة والخصام بين الوالدين، والله ستكون الحياة بينهم ومعهم في جحيم وعناء وهم وغم. فلنحذر الخصومة في بيوتنا، ونربي أولادنا على التآلف والاجتماع كما يحب الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب المسلمين في كل مكان،
وأن يجمع شملنا وشمل المسلمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.